العلامات والأعراض المبكرة الأكثر شيوعا لحدوث الحمل ما يلي: أولا تأخر الدورة الشهرية، فإذا كانت السيدة في سنوات الإنجاب وتأخرت الدورة الشهرية أسبوع أو أكثر فقد تكون حامل، ومع ذلك يمكن أن تكون هذه الأعراض مضللة إذا كان لدى المرأة دورة شهرية غير منتظمة. ثانيا إعياء وتعب عام، ويصنف التعب بين الأعراض المبكرة للحمل خلال فترة الحمل المبكرة، إذ ترتفع مستويات هرمون البروجستيرون مما قد يجعلها تشعر بالنعاس. ثالثا الغثيان مع أو بدون قيء، فإن غثيان الصباح الذي يمكن أن يأتي في أي وقت من النهار أو الليل يبدأ غالبا بعد شهر واحد من الحمل، ومع ذلك فإن بعض النساء يشعرون بالغثيان في وقت مبكر والبعض الآخر لا يشعرون به، في حين أن سبب الغثيان أثناء الحمل غير واضح، فمن المحتمل أن تلعب هرمونات الحمل دورا في ذلك. رابعا زيادة التبول، فقد تجد الحامل نفسها تتبول أكثر من المعتاد، وذلك بسبب ازدياد كمية الدم في الجسم أثناء الحمل مما يتسبب في إخراج الكليتين لسائل إضافي ينتهي به المطاف في المثانة. خامسا ألم وتورم الثديين، ففي وقت مبكر من الحمل التغيرات الهرمونية قد تجعل الثديين لهما حساسية ويشعران بالألم، ومن المحتمل أن يقل الانزعاج بعد بضعة أيام أو أسابيع حيث يتكيف الجسم مع التغيرات الهرمونية. سادسا احتقان الأنف، فيمكن أن تؤدي زيادة مستويات الهرمون وإنتاج الدم إلى تضخم الأغشية المخاطية في الأنف ونزفه بسهولة، وقد يتسبب ذلك في حدوث انسداد في الأنف. سابعا الوحام، فعندما تكون المرأة حامل قد تصبح أكثر حساسية لبعض الروائح، وقد يتغير حاسة التذوق عندها مثل معظم أعراض الحمل الأخرى، قد يكون ذلك بسبب التغيرات الهرمونية. ثامنا الإمساك، فالتغيرات الهرمونية تسبب تباطؤ الجهاز الهضمي مما قد يؤدي إلى الإمساك. تاسعا نزيف الإنغراس، ففي بعض الأحيان قد يدل النزيف بكمية صغيرة على الحمل ويعرف بنزيف الزرع، ويحدث عندما ترتبط البويضة المخصبة ببطانة الرحم بعد حوالي 10 إلى 14 يوما ذلك من الحمل، ويحدث نزيف الزرع في وقت قريب من فترة الحيض، ومع ذلك ليس كل النساء يحدث لديهم هذا. عاشرا تقلبات المزاج، ففي بداية الحمل قد يجعل الحامل تشعر بالعاطفة والبكاء غير العادي وتقلبات المزاج الشائعة الأخرى. أخيرا الانتفاخ، فالتغيرات الهرمونية أثناء الحمل المبكر قد تسبب الانتفاخ تماما كالذي قد تشعر به المرأة في بداية الدورة الشهرية.